أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نقرأ خبرا عن هذا الشخص الذي تبحث عنه الـ FBI في الولايات المتحدة، لأنه قام بقتل العديد من الأشخاص عن طريق إطلاق النار عليهم. عنوان هذا المقال: فرانسيسكو أوروبيزا، FBI Hunt Armed and Dangerous Texas Shooting Suspect. فرانسيسكو أوروبيزا هو اسمه. FBI Hunt Armed and Dangerous. Armed and Dangerous يعني مسلح وخطير. Armed مسلح. Texas Shooting Suspect مشتبه به في إطلاق النار في تكساس. يطارد هي Hunt. Hunt. FBI Hunt Armed and Dangerous Texas Shooting Suspect. FBI تطارد مشتبه به في إطلاق النار، مسلح وخطير. The FBI said they're hunting for a man accused of killing five of his neighbors in Texas after an argument about him practicing shooting nearby. قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنهم يبحثون عن رجل متهم بقتل خمسة من جيرانه. Five of his neighbors في تكساس، بعد مشادة يعني بعد جدال. After an argument. Argument تعني الجدال. Argument بشأن تدربه على إطلاق النار في مكان قريب من يعني من منزله. About him practicing shooting. About him practice shooting. Practice shooting يعني تدرب على إطلاق النار. Nearby في مكان قريب. Nearby. Nearby. He allegedly opened fire on his neighbors after they asked him to stop shooting because they were trying to put a baby to sleep. وزعم allegedly, allegedly يعني بشكل مزعوم، أنه فتح النار على جيرانه بعد أن طلبوا منه التوقف عن إطلاق النار لأنهم كانوا يحاولون إنجاب طفل رضيع. He allegedly opened fire on his neighbors after they asked him to stop shooting because they were trying to put a baby to sleep. To put a baby to sleep. To put a baby to sleep. يعني يجعل الطفل نائما. ليس ينوم لكن يجعله نائما. هنا خطأ في هذه الترجمة. لا تقوم بالاعتماد على هذه الترجمة التي أكتبها هنا لأنها مجرد ترجمة آلية. To put a baby to sleep يعني يجعل الطفل نائما. فهو أطلق عليهم النار بعد محاولتهم جعل الطفل نائم لأنهم طلبوا منه أن يتوقف عن إطلاق النار لأنهم أرادوا أن يجعلوا الطفل نائم. ينوم وليس ينوم. صراحة لا أعرف ما هي الترجمة أو المقابل العربي ليجعلوا شخصا نائما. To put a baby to sleep. تجعل الطفل نائما. ينوم ليست هي الترجمة الصحيحة. ينوم هو أن تضع مخدرا أو شيء من هذا القبيل لتجعل شخص يفقد وعيه. إذن فهو أطلق عليهم النار. He allegedly opened fire. أطلق عليهم النار. On his neighbors. على جيرانه. On his neighbors. After they asked him to put to stop. بعد أن طلبوا منه التوقف. Shooting. Shooting تعني إطلاق النار. Because لأنهم they were trying كانوا يحاولون. They were trying to put a baby to sleep. The victims were all from Honduras and included an 8-year-old child. جميع الضحايا هم من هندوراس، هي دولة في أمريكا اللاتينية، ومن بينهم طفل في الثامنة من عمره. The victims were all from Honduras and included an 8-year-old child. He's out there and he's a threat to the community, FBI Houston Special Agent in Charge James Smith told reporters. قال جيمس سميث الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن للصحفيين بأنه موجود، يعني هو هناك. He's out there يعني هو مطلوق. He's out there هو مطلوق. And he's a threat وهو تهديد، يشكل تهديد. هنا يتحدث عن ذلك المجرم. He's a threat
He's a threat. هو تهديد to the community للمجتمع. من قال هذا الكلام؟ هو جيمس سميث told reporters أخبر الصحفيين. كلمة reporter تعني صحفي. وجيمس سميث هو special agent. Special agent وكيل خاص للـ FBI في هيوستن. هذه المدينة تقرأ هيوستن. هيوستن لا تقرأ هوستن لكن هيوستن. Local Sheriff Greg Capers said we're tracking him with dogs and men on horseback and drones in the air. وقال المأمور المحلي، المأمور هو الشريف هنا، الشريف، الشريف تنطق تترجم كذلك شريف في اللغة العربية. الشريف Greg Capers said قال نحن نتعقبه بالكلاب. We're tracking him with dogs. We're tracking him with dogs and men. والرجال on horseback على ظهور الخيل. On horseback and drones in the air. وطائرات بدون طيار في الهواء. في الهواء. We're tracking him with dogs and men on horseback and drones in the air. وأضاف كذلك he added أضاف he could be anywhere now. يمكن أن يكون في أي مكان الآن. يتحدث عن ذلك المجرم. He could be anywhere now. ووقع إطلاق النار مساء الجمعة في بلدة صغيرة في كليفلاند بمقاطعة سان جاستينيو شمال هيوستن. The shooting إطلاق النار. The shooting happened on Friday night in the small town of Cleveland, San Jacinto County, north of Houston. North of Houston. The shooting happened on Friday. وقع إطلاق النار في الجمعة ليلا in the small town of Cleveland في البلدة الصغيرة لكليفلاند San Jacinto County. سان جاسينتو كاونتي هي مقاطعة كاونتي فالولايات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي 50 ولاية كل ولاية تنقسم إلى مقاطعات وتسمى كاونتي كل ولاية كل ستيت تنقسم إلى كاونتيز كاونتي هناك بعض الولايات التي تنقسم إلى 20 أو 30 أو 40 إلى آخره. The local sheriff's office said it initially received a call about harassment. فالشريف الشريف المحلي مكتب الشريف المحلي فكما قلنا الشريف هو رئيس الشرطة في بلدة يوجد عادة في فقد ترونه في الأفلام عادة ما يوجد في مناطق ريفية الشريف فمكتب الشريف قال بأنه تلقى بداية في البداية مكالمة هاتفية بشأن مضايقات أو تحرش. It initially received. It initially received a call about harassment. استلم في البداية مكالمة حول harassment. 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 مضايقة أو تحرش. عموما مضايقة. Harassment. Investigators believe that the victims had asked Mr. Oropeza who is thought had been drinking to stop shooting as a baby was trying to sleep. ويعتقد المحققون investigators believe بأن الضحايا that the victims طلبوا من السيد أوروبيزا had asked Mr. أوروبيزا الذي كان يعتقد أنه كان يشرب who it is thought had been drinking who it is thought هو الذي it is thought يعتقد had been drinking كان يشرب to stop shooting أن يتوقف عن إطلاق النار as a baby was trying to sleep في الوقت الذي كان فيه أو بينما كان الطفل يحاول النوم. هنا ملاحظة في النحو في القواعد الإنجليزية لاحظوا بأن had asked استخدم هذا الفعل استخدم في past perfect. Past perfect كما نعلم جميعا بأن في اللغة الإنجليزية لدينا 12 زمنا على خلاف اللغة العربية التي يوجد فيها فقط 3 مضارع ماضي ومستقبل. في الإنجليزية لدينا 12 في كل واحد منها يوجد 4
لدينا present أربعة أنواع من present، past منه أربعة أنواع، و future أربعة أنواع. هذا past الماضي، وهذا يسمى past perfect، ونستخدم past perfect للتحدث عن حدث وقع قبل حدث آخر. فهذا الحدث had asked هو فعل وقع قبل قيام مستر أوروبيزا بإطلاق النار عليهم، على الرغم من أنه لم يذكر هنا إطلاق النار، فقد ذكر في الفقرات السابقة. لذلك فنحن نعلم بأن had asked هو فعل وقع قبل ذلك الفعل الآخر had asked. وهذا الزمن يعني هو أقل تواترا، نقول تواتر is less frequent، يعني أقل ترددا من الأزمنة الأخرى. Who is thought الذي كان يعتقد بأنه كان يشرب. لاحظوا هنا بأننا استخدمنا أو استخدم، فأنا لست الشخص الذي استخدم هذا. Had been drinking، هذا الزمن هو past perfect continuous. كما قلنا لدينا أربعة أنواع من الباست: past simple، past continuous، past perfect، و past perfect continuous. هذا مثله مثل had asked، كلاهما يستخدمان للحديث عن حدث وقع قبل آخر. الفرق الوحيد هو أن هذا الزمن past perfect continuous، ومن اسمه يتضح بأنه continuous مستمر. had been drinking يعني هذا الحدث drinking كان مستمرا في الماضي قبل زمن آخر أو قبل نقطة معينة، كان مستمرا، على خلاف had asked الذي لم يكن مستمرا، إنما كان حادثا منفصلا وقع في يعني ضربة واحدة، لم يكن مستمرا، ده وقع دفعة واحدة. had been drinking كان يشرب ويعيد التكرار ويشرب مرة أخرى. وتقول الشرطة إن المشتبه به رد، سأطلق النار في فناء منزلي، أفعل ما أريد في مسكني. Police say the suspect replied, I'll shoot out in my front yard. Do what I want to in my own residence. Do what I want to. أفعل ما أريد. In my own residence. في مسكني الخاص. A total of 10 people were at the property at the time. كان ما مجموعه 10 أشخاص في مكان الإقامة في ذلك الوقت. The adults were declared dead at the scene. وتم الإبلاغ على أن يعني أن البالغين توفوا في مكان الحادث. At the scene. At the scene. في مكان الحادث. والطفل البالغ 8 سنوات توفي في المستشفى. And the 8-year-old died at the hospital. A total of 10 people were at the property at the time. The adults were declared dead at the scene. And the 8-year-old died at a hospital.